أتيت إلى هنا لإعداد دورة تدريبية لإعادة اللياقة البدنية للدفاع عن أرضنا. سمعنا أن القوات الروسية والإيرانية وقوات فسد تريد الاقتحام على إدلب، فنريد الدفاع عن أرضنا وعرضنا مهما كلف الثمن. قمنا بتعزيز الخطوط الدفاعية بالقوى والوسائط والتجهيزات وتجهيزات هندسية عالية المستوى. أيضا وضعنا خطط دفاعية وخطط هجومية للتعامل مع السيناريوهات المحتملة لهذه المعركة. يلا شبي شبي يلا روح. الله أكبر.